السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ كيف الحال؟ ربنا يوفقكم يا رب جميعا. النهارده ان شاء الله هنكمل المحاضره بتاعه ال 3 مومنتس ايكويشن، ودي ان شاء الله تبقى اخر محاضره ونكتفي بكده الترم ده، وكل سنه وانتم طيبين. كنا المره اللي فاتت خدنا مثال على كاميرا وانس طبقنا فيها المعادله مره واحده، وكاميرا توايس طبقنا فيها المعادله مرتين. النهارده ان شاء الله هنشوف بعض الافكار اللي تعتبر المحاضره النهارده ابلكيشنز، تطبيقات، ما تعتبرش فيها حاجه جديده يعني. اول حاجه اللي هي السيمتريكال ستراكشرز، والمعلومه بتاعت السيمتريكال ستراكشرز ديت تنفع معاك في اي موضوع، سواء فيرتشوال وورك او 3 مومنتس ايكويشن او سوبر بوزيشن، تمام؟ فلو جينا كده درسنا السيمتريكال ستراكشرز، عندنا بيبقى المنشآت المتماثلة زي ما حضرتك شفت معانا قبل كده. التماثل لازم يبقى في الشكل والأحمال والإنيرشيا والركائز وكل حاجة، لازم يبقى في النص كده، أكن في حاجة عاملة زي المراية، مراية كده. المراية دي اللي هي محور التماثل، تمام؟ طبعا المحور التماثل ده أنا مش هرسمه لك في الامتحان، بس ده حضرتك هتستنتجه من خلال شكل المسألة، ان الاحمال يمين زي شمال، الركائز يمين زي شمال، وهكذا. في حالة وجد محور تماثل، بس محور التماثل ده زي ما حضرتك شايف كده، لقيته بيمر بركيزة، سواء كانت المسألة بتاعتنا فريم او تراس، سواء سوري اسف فريم او كاميرا، تمام؟ لو لقيت محور التماثل يمر بركيزة، من حقي اجي عند مكان الركيزة دي اقطع واخد نص المسألة واحول هذه الركيزة الى fixed support. نفس الكلام اذا كان فريم، اهو اجي عند اخد نص المسألة واجي عند مكان محور التماثل عند مكان الركيزة احولها الى fixed support. ايه السبب؟ ايه اللي خلاني حولتها الفيكسد؟ السبب كالاتي، ان النقطة اللي هي نقطة ايه في حالتنا ديت ممنوعة من الإزاحة الرأسية، يعني ما فيهاش حركة رأسية، وكمان ممنوعة من الحركة الدورانية نظرا للتماثل. ليه؟ لأن لازم يبقى الفاي عند هذه النقطة بتساوي صفر، لازم يبقى الكاميرا كده وبعدين تبدأ تلف، وبعدين تمشي شوية كده صفر وبعدين تبدأ تلف، عشان يبقى في تماثل. فاي صفر وواي صفر، وفي نفس الوقت هذه النقطة بيتولد فيها رياكشن رأسي ومومنت. فأنا عايز حاجة لما أقطع وآخد النص تحقق لي كل اللي انا قلته، ان الديفليكشن الراسي هنا بصفر، الدوران صفر، وفي نفس الوقت فيها رياكشن راسي وفيها مومنت. مش هلاقي حاجه تحقق لي كل هذه الاشياء غير الركيزه الفيكسد فقط. عشان كده انا من حقي اقطع واخد ركيزه فيكسد، وبعدين اخد نص المساله احله، وماليش دعوه بالنص الثاني تماما، اكن نص المساله ده هو مساله جديده، احلها بالكامل لحد ما احصل على الفاينل شير والفاينل مومنت. يبقى النص الثاني هو سيمتريك للنص الاولاني، مواصل للنص الاولاني. بس هنا في ملحوظه صغيره لازم حضرتك تبقى عارفها، في المنشآت المتماثله شكل البندنج مومنت دايجرام بيطلع متماثل تام، يعني الشمال زي يمين. لو جيت طبقت الورقه كده عند محور التماثل هتلاقي المومنت شمال والمومنت يمين ينطبقوا على بعض بالظبط. انما شكل الشير فورس دايجرام بتلاقيه متماثل تماثل عكسي، يعني نفترض هنا تلاقي الشير مثلا طالع، هتلاقيه الناحية التانية زيه بس نازل، تمام؟ عكسه، بيبقى الشير متماثل عكسي، نظرا اصلا لان الشير هو عبارة عن قوتين قد بعض وعكس بعض. طيب لو لقيت بقى الحالة التانية، محور التماثل يمر بضلع في الاضلاع، ودي الحاله دي بتحصل في الفريمز مش في البيمز، يعني محور التماثل كده لقيت هنا في ضلع اهو عند النص بالظبط، اخر الضلع ده يا اما ركيزه هنجد يا اما ركيزه فيكسد، مش فارقه. طيب اولا عشان التماثل يتحقق هذا الضلع ممنوع انه يبقى محمل، ما في ينفعش يبقى عليه احمال، لان انا لو حطيت لك هنا حمل يبقى المساله كده مش متماثله، لازم هذا الضلع ما يبقاش محمل. ده نمره واحد. نمره اتنين، لو الركيزة حتى لو كانت فيكسد مفيش هنا مومنت، ما ينفعش يتولد عزم، لأن المومنت ده بيتلاشى بيبقى صفر، أو بالبلدي كده زي ما بنقول أكنه عايز واحد تاني قده وعكسه في نفس المكان، فالاتنين دول يلاشوا بعض، تمام؟ نفس الكلام ما ينفعش يتولد هنا ركيزة إكس، رياكشن إكس،
لان المفروض في واحد يتولد قد وعكسه نظرا للتماثل، فالاتنين يلاشوا بعض. عظيم جدا. فمعنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان في هذه الحالة لن يتولد رياكشن افقي وعزم، بالتالي دي تعامل معاملة المفصل. واتفقنا هنا ما ينفعش يبقى فيه مومنت، تمام؟ يبقى هنا الضلع ده كله ما ينفعش يبقى عليه عزم، عزم عليه بصفر، تمام؟ يبقى العزم يمين هنا عند نقطة سي قد العزم شمال، لأن من تحت بيساوي زيرو، أكن من تحت هنا في مفصل. فبقت ديت عاملة زي البندول، الضلع ده دلوقتي بقى البيهيفير بتاعه زي البندول، أوله مفصل وآخره مفصل وغير محمل. يبقى أنا ممكن أشيله كله على بعضه وأحوله إلى ركيزة رولر. وحضرتك عارف الركيزة الرولر لسه قايلينها، أنا نقطع هنا وآخد النص وأحولها إلى ركيزة إيه؟ فيكسد. ممتاز جدا. طيب يبقى الحالة التانية، لو لقيت محور تماثل يمر الضلع، ممكن أشيل الضلع ده وأحول النقطة اللي فوق وآخد نص المسألة وأحول النقطة إلى ركيزة فيكسد زي ما اتفقنا. دي الحالة التانية اللي فيها حالات محور التماثل. الحالة التالتة والأخيرة، إن ألاقي محور التماثل عمودي على ضلع من منتصفه، يعني في ضلع هنا كده ومحور التماثل عمودي عليه، لا هنا في ركيزة ولا في ضلع بقى. في هذه الحالة يعني عشان برضه ما ندخلكش في متاهات كتير، هو ينفع اقطع واخد النص بس بشكل خاص كده معين انت بالنسبه لك ما درستوش، فهنا بنقول لا ما ينفعش بالنسبه لك انت انك تقطع وتاخد النص، فاضطر احل المساله على بعضها مع الحفاظ على التماثل، بمعنى ان اتعامل مع المومنت في الركيزه دي يساوي المومنت في الركيزه دي. بمعنى لو انا بطبق المعادله 3 مومنتس ايكويشن عند الركيزه دي، فبدخل ثلاث ركائز، اللي قبلي واللي انا واقف عندها واللي بعدي. لما ادخل اللي بعدي اللي هي الركيزه ديت، ما ادخلهاش كمجهول جديد، ادخلها بنفس المسمى بتاع الركيزه اللي انا واقف عندها هنا، لان الركيزه دي ودي متساويين نظرا للتماثل. طيب لو انا بقى جيت دلوقتي عايزين نحل مسألة على الموضوع ده، فطبعا اتفقنا ان انا عندي حالتين، اللي هي حالة محور التماثل يمر بركيزة او مثلا يمر بضلع، دول بقطع واخد النص، دي خلاص مشكلة ومعروفة خلاص. انما الحالة الثالثة اللي هي محور التماثل عمودي على الضلع، دي اللي محتاجة يمكن ايه ابلكيشن عشان نعرف ازاي بيحصل التطبيق. فانا عندي مثال اهو، ادي كاميرا اي بي سي دي، الكاميرا ديت متماثله، كل حاجه في الاحمال متماثله، انيرشيا، ابعاد، كل حاجه. الراجل طلب مني شير ومومنت، وطلب مني كمان ديفليكشن عند نقطه اي اللي هي اللي هنا دي. تعالى كده نبدا نشوف الدنيا تمشي ازاي. اول حاجه ابدا احدد الركائز، ام اي بيساوي صفر لانها معلومه بيساوي ام دي، ام اي بيساوي صفر بيساوي ام دي، وام بي الوحيده هي اللي مجهوله تساوي ام دي، ام سي سوري، ام بي وام سي متساويين ومجهولين. يبقى المسألة دي المفروض نظريا فيها مجهولين، ولكن نظرا للتماثل ام بي يساوي ام سي، يبقى انا مش هطبق مرتين، هطبق مرة واحدة عند ركيزة واحدة. بمعنى تاني كده بالبلدي، لو تخيلت هنا في محور التماثل، ما بعديش تطبيق 3 مومنت ايكويشن عند الركائز غير في جنب واحد بس، ما عديش محور التماثل، تمام؟ هتشوف دلوقتي ما بطبقش، لكن اخد في المعادله الركائز اللي داخله فيها كلها، لكن ما بطبقش غير في ركائز في جنب واحد بس. احنا دلوقتي هنبدا نجهز الار اللي قلنا عليها قبل كده. فاول حاجه هبدا افصل عند الركيزه بي البحر بي اي، اهو البحر بي اي وادي البحر بي سي. المومنت اي بيساوي صفر، الام بي مجهول، الام سي بيساوي ام بي زي ما اتفقنا. فانا خدت كل بحر بالاحمال اللي عليه، رسمت له البندنج مومنت، جبت الرياكشن الالاستيك رياكشن، خدت البحر بالاحمال اللي عليه، رسمت له المومنت، جبت الالاستيك رياكشن. هطبق المعادله عادي جدا جدا، مفيش فيها اي جديد خلاص. يبقى اطبق 3 مومنت ايكويشن عند نقطه بي اللي هي ديت، تمام؟ هقول لنفسي العزم اللي قبلي اللي هو صفر في الطول اللي قبلي على اي بتاعته يبقى صفر اهو، تمام؟ زائد 2 ام بي في الطول اللي قبلي على اي بتاعته، زائد اللي بعدي اللي هو 8 على 1.5 الاي بتاعته، زائد العزم اللي بعدي المفروض اكتب ام سي. انا كتبتها بس هنا للتوضيح، ولكن ام سي بيساوي ام بي، فانا مش هكتبه مجهول جديد. يبقى ام سي في 8 على 1.5 بيساوي سالب 6 في مجموع الاثنين رياكشنز اللي هنا دول، اللي هم 32 زائد 42 وثلثين. والاثنين دول بوزيتيف لان المومنتس بتاعتهم بوزيتيف زي ما اتفقنا. طلع ام بي بسالب 14. كده انا حليت، جبت المومنت، ابدا ارسم شكل البندنج مومنت دايجرام. هنا لنا وقفه صغيره،
لو حضرتك هترسم المومنت للكاميرا كلها يبقى لازم ترسمه للكاميرا كلها، عايز تكتفي نظرا للتماثل بالنص يبقى تقف بس عند محور التماثل وترسم البيندنج مومنت دايجرام. الشير نفس الفكرة، قطع كده حضرتك، اتفقنا قطع اهو وحط المومنتس اللي عند الركائز اللي انت لسه حاسبها واحسب كده الرياكشنز وارسم لكل بحر على حدة. هتكتشف اللي انا لسه قايل لك عليه من شوية، ان بالنسبة لمحور التماثل الشير بيطلع تماثل عكسي، يعني ده موجب ده سالب، ده سالب ده موجب، ده موجب ده سالب، شايف المنظر؟ لازم الشير في المنشآت المتماثلة بيطلع تماثل عكسي. الديفليكشن بقى، حضرتك هتعمل الكاميرا المرافقة زي ما اتفقنا قبل كده، نقطة اي كانت هنا اهي، تمام، اللي هي دي نقطة اي، باجي عندها افصل طبعا وابدأ اركز عشان اجيب الرياكشن ده، اخد المومنت الاول عند بي لافت، محتاج اجيب كل التركيزات دي، هطلع الار بي وبعدين اقف عند الاي لافت برضو اطلع المومنت اي اللي هو في الكونجكت بيم اللي هو الواي اي. بقيه التركيزات والحاجات اللي هنا دي كلها يا جماعه لا داعي منها بقى تجيبها، ليه؟ لانك مش محتاجها خلاص، انتهت، تمام. خليك برضو ايه شاطر في الحته دي، بدل ما تاخد لك فيها مثلا ربع ساعه، لا دي دقيقتين ثلاثه ممكن يخلصوا لك الموضوع كله. هأجل دلوقتي الإطارات بعد إذنكم، أنا هشتغل دلوقتي كام ملحوظة كده صغيرة قبل ما ندخل في الفريمز. الملحوظة النوتس اللي أنا عايز أقولها دي بتقول الآتي، لو أنا عندي هنا كابولي كانتليفر طالع رأسي كده من ركيزة، تمام، تعال نشوف إيه اللي هيحصل. كاميرا أهي وطالع لها كابولي رأسي كده، فهنا المومنت عند الإي مجهول، المومنت عند البي مجهول، المومنت عند السي من فوق اقدر احسبه اللي هو 2 في 1 ب 2، يبقى مش الشمال اقدر احسبه اللي هو ب 2، يبقى المومنت عند سي معلوم، ديله لتحت يبقى بوزيتيف، يبقى موجب 2 اهو، يبقى انا ساعتها المفروض المومنت عند السي ده هيدخل معايا في المعادله اللي هي الطرف الشمال من المعادله، لكن مش هيدخل معايا في حساب الار، خد بالك قوي من الملحوظه دي من فضلك، مش هيدخل معايا في حساب الار. فعشان كده المومنت عند السي اهو بيدخل معايا في المعادله مع الام بي مع الام اي اهو، 3 مومنت ايكويشن مثلا عند الاي مثلا لو انا بطبق عند المعادله، تمام، و3 مومنت ايكويشن عند البي، عادي مساله عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله كده خالص. انما بقى تعالى نشوف الحته اللي جايه دي، لو انا عندي هنا كابولي راسي طالع من عند ركيزه وسطيه زي دي كده، تمام، الركيزة ايه؟ العزم عندها مجهول، الركيزة سي العزم عندها معلوم وبيساوي صفر. تعال نشوف بقى الركيزة بي، تقول لي انا عندي ديت، انا ممكن تجي لك بشكلين، يا اما يجي لك كابولي رأسي كده طالع من ركيزة، يا اما يجي لك عند الركيزة وسطية كده عزم مركز زي اللي انا عامله لك ده، ماشي، او اكنك لغيت القوة اللي فوق دي اللي هي الاتنين نقلتها تحت، هي بقوة زائد عزم، اللي يريحك مش هتفرق. لكن اللي عايز اقوله ان الوصلة دي لو هي وصلة ثلاثية اعتبرناها وصلة ثلاثية، فالعزم من فوق فقط هو اللي معروف، لكن اليمين والشمال العزم مش معروف، حاول تحسب كده من اليمين اقطع واحسب من اليمين، ما ينفعش، اقطع كده واحسب من الشمال ما ينفعش، لكن من فوق بس العزم هو اللي معلوم. ده معناه ايه؟ معناه ان العزم عند البي مش معلوم، في ناس بتفتكر ان هو العزم الموجود ده اللي هو ب2 تنميتر، غلط، معناها ان العزم عند البي مازال مجهول من فضلك، مازال مجهول، تمام كده، ومش هقدر اجيب قيمته. طيب امال العزم عند البي المركز ده ايه؟ ده يا جماعه في هذه الحاله بقى غير الحاله اللي فاتت، هنا يعامل كانه حمل، حمل عادي جدا، والاحمال اللي ما بين الركائز لو حضرتك فاكر بتدخل في حساب الار اللي هو الالاستيك رياكشن. طيب يتعامل ازاي حمل؟ بيقول لي العزم ده لما اجي افصل بقى عند الركيزه بي لحد الركيزه ايه اللي قبلي لحد الركيزه سي اللي بعدي، بيقول لي خد العزم في نفس اتجاهه على البحر الشمال، تمام، او اللي يريحك بقى خد العزم في نفس اتجاهه على البحر اليمين. تقول لي لا يا دكتور ده هنا ديله تحت وهنا ديله فوق، اقول لك لا ما قلتلكش اشارته، بقول لك اتجاهه، يعني ده عكس الساعه تحطه هنا عكس الساعه خارج البحر اي بي، او تحطه هنا عكس الساعه خارج البحر بي سي، ده كده يعتبر حمل، ودي الحاله الوحيده اللي هتدخل فيها عزم على كاميرا
سيمبل بيم بالمنظر ده. فساعتها يعتبر ده حمل، حضرتك هتقوم جاي موقع المومنت اللي هو باتنين وتوصل، وبعدين تقوم جاي معلق التعليقه بتاعتك، او لو خدته هنا يبقى ده المومنت ده اللي هو باتنين وموصل ومعلق التعليقه بتاعت اللود بتاعتك، تمام؟ اللي يريحك في اي بحر من البحرين خده. ده في حل تالت، ان انا ممكن اقسم العزم ده الى جزئين، واحد على البحر ده وواحد على البحر ده، بحيث يبقى مجموعهم اتنين. ممكن واحد يقسم باي نسبه، واحد ونص ونص، بس طبعا الاحسن ان انا باخد العزم في بحر واحد فقط على احد البحرين المشتركين في الركيزه، تمام؟ وما اخدوش على الاتنين. وطب انهي فيهم الاحسن، الحاله الاولانيه اللي فوق ولا اللي تحت؟ هتلاحظ ان الحاله اللي فوق كان العزم موجب، فموجب هيديني تركيز لتحت، هيديني كمان ده تركيزه لتحت، هيديني الاستيك رياكشن لفوق، يعني الرياكشن ده موجب. انما هنا ده هيديك الاحمال لفوق واحمال لتحت، مش عارف مين اللي هيغلب، مش عارف الار دي هتطلع موجبه ولا سالبه. فعشان كده هتلاقيني كاتبها لك هنا، تمام؟ هتلاقي انا كاتب لك تنقل القوه الافقيه لو هي موجوده قوه بقوه وعزم، ويلاحظ العزم عند الركيزه بي عزم اللي هي عزمها مجهول، ويتم اخذ العزم المركز عند بي واعتباره حمل، ويوضع على اي بحر سواء الاي بي او البي سي اختياري براحتك، بشرط ان يكون في نفس اتجاه الدوران. لازم يبقى في نفس اتجاه الدوران. هنا بقى اكتب لك كلمه ويفضل ان يوضع على البحر الذي يكون فيه موجب، يعني ديل السهم من اسفل او داخل الاطار، ده الافضل، ده يديك نتائج احسن. ماشي يا جماعه؟ طيب نيجي بقى نشوف مثال على الحته اللي انا لسه قايلها دي اهو. لو انا جيت خدت كاميرا بالمنظر ده كده، الكاميرا دي حطيت عليها عزم مركز كده هنا عند الركيزه بي 10 متر بس، ادي عشان برضو توضح فكره العزم المركز ده، انا اعطيلك كده ها الكاميرا اهي، وعليها بس مجرد الحمل ده بس، وده 3 اي تقريبا وده اي. تعالى كده نبدا مع بعض، وطالب مني طبعا مومنت وشير، وطالب مني ديفليكشن عند نقطه دي هنا. نعمل ايه؟ اول خطوه القرار المهم جدا، مين معلوم ومين مجهول، ده اول ده القرار المهم في مساله الثري مومنت. ام اي طبعا بصفر، ام سي بصفر، ام بي العزم عندها المفروض مجهول، انسى العزم المركز اللي عندها ده دلوقتي. بص كده مره من الشمال ومره من اليمين، تقدر تحسب العزم؟ طبعا لا. يبقى ام بي مجهول. طب العزم المركز اللي عندها ده قلنا اعمل فيه ايه؟ اتعامل معاه اكنه لود حمل، ويؤخذ على البحر اللي يبقى فيه افضل انه يبقى فيه موجب في نفس اتجاهه مع الساعه. فانا جيت حطيته على البحر ده اهو مع الساعه، عشان يبقى ديله لتحت، عشان يبقى بوزيتيف، تمام يا جماعه؟ البحر اي بي ده الاولاني يعني ده صفر مش فاضي ما فيهوش حاجه، يبقى ده صفر ومش محمل. ام اي زيرو، ام بي مجهول اهو مش معلوم زي ما اتفقنا، ام سي زيرو. حطيت العزم اهو، رسمت بيه البندنج مومنت، لان المره دي يدخل في رسم المومنت ويدخل في حساب الار، ركزت وجبت الار اهي. هنا من البحر الشمال مفيش حاجه خالص، يبقى الار في حالتنا ديت بصفر، ممتاز. اقوم جاي بعد كده مطبق 3 مومنتس ايكويشن عند الركيزه بي اهو. يبقى العزم اللي قبلي اللي هو صفر، تمام كده، اللي هو ده ام اي اللي هو ده صفر، زائد في طبعا في الطول اللي قبلي على اي بتاعته خلاص، زائد 2 ام بي في الطول اللي قبلي اللي هو 6 على 3، زائد الطول اللي بعدي على اي بتاعته 3 على 1، كانت الابعاد دي هنا معلش 6 متر، اللي كتب معلش كان كاتبها مش كامله، ودي 3 متر، ده 3 اي وده اي. زائد العزم اللي بعدي اللي هو ام سي في الطول اللي بعدي كل ده صفر، بيساوي سالب 6 في 10 زائد 0 اللي هو 10. طلعت ام بي. بعد ما جبت ام بي حضرتك دلوقتي تقدر ترسم البندنج مومنت ديجرام زي ما اتعلمت. عندي حلين هنا لرسم البندنج مومنت ديجرام اللي هم ايه؟ انك جبت ام بي بسالب 6، فعندك الحل الاولاني ادي الكاميرا، ادي الركيزه اهي اللي هي بي اهي، تقوم جاي موقع المومنت ده اللي هو ب 6 سالب يعني لفوق، وتوصل بالبحر اللي قبلك وتوصل بالبحر اللي بعدك، وبعدين تعلق. البحر اللي قبلك اصلا ما كانش عليه احمال، ما كانش عليه مومنت، يبقى توصل ستريت لاين. البحر اللي بعدك ده كان عليه مومنت، شايفه ده اللي هو ده، كان كام بقى المومنت ده؟ 10. تقوم اكنك نازل من الستة دي 10، يعني اتبقى لك 4 وتوصل ستريت لاين، اكن هي دي التعليقه يا جماعه. ماشي كده؟ زي ما كنت بعمل قبل كده بالظبط، مفيش اي فرق خالص. ده حل.
الحل ده احيانا في ناس بتتلخبط فيه، فبقول له طب يا سيدي خلاص انسى الحل ده، حط العزم اللي هو الستة اللي انت حسبته هو اللي هو الام بي على الطرفين بتوع الايه بتوع الباكيتين المشتركين في الركيزة بي، وحط اللودز الموجودة اللي هو 10 تن متر، اجمع الاتنين دول مع بعض هيطلع لك الصافي اللي هو 4 ديلو لتحت، فده 4 خاص بالركيزة بالبحر اليمين، والستة ده خاص بالبحر الشمال، اكنك بترسم كل بحر لوحده، ده 6 يتوصل بصفر، ده 4 يتوصل بصفر، يديك نفس النتيجة بالظبط، هي هي مفيش اي فرق خالص. كده انا رسمت المومنت، حضرتك تقدر بعد كده بقى تقدر ترسم الشير فورس ديجرام، تمام، رسمت المومنت ورسمت الشير، وتقدر تجيب الديفليكشن اللي انت عايزه مفيهوش مشكله خالص. كده احنا عطينا المثال بتاع الفكره اللي لسه قايلين عليها. نيجي بقى للحته الاخيره، الابلكيشن الاخير اللي هو الاطارات. الاطارات ينفع انها تتحل بطريقه الثري مومنت ايكويشن بشرط واحد فقط، انها تبقى ينطبق عليها حاجه اسمها اطارات مقيده. يعني ايه مقيده؟ يعني ممنوعه من الازاحات الانتقاليه، يعني ممنوعة من حاجة اسمها السوي. بمعنى ايه سوي ده؟ يعني زي ما حضرتك درست في الفيرشوال وورك ان ركيزة زي البي ممكن تتحرك حركة افقية، تمام؟ طبعا انت درست كده في الفيرشوال وورك. ركيزة زي السي ممكن تتحرك ازاحة افقية، شكل الفريم ده بعد الحركة ممكن ياخد الشكل اللي انت اللي انا برسمه ده، وده يطلع حاجة عاملة كده، الشكل ده هو شكل الفريم بعد الحركة. في ناس بتتخيل ان الركيزه اللي تحت طالما فيكسد انها ازاي اللي فوق يتحرك، طبعا ملوش علاقه خالص. امسك مسطره كده وثبتها بايدك جامد من تحت، ومن فوق زقها بالجنب هتتزق معاك، ما فيهاش مشكله خالص. ماشي يا جماعه؟ في هذه النوعيه من المنشات، هذه المنشات بنسميها منشات غير مقيده، يعني ما فيش حاجه منعت الركائز انها تتحرك. فهذه المنشات ما ينفعش تتحل بطريقه الثري مومنتس ايكويشن. انما لو كان الفريم مقيد، يعني ايه بقى مقيد؟ يعني لو عندي ركيزه هنا، الركيزه دي هنجد منعت النقطه دي من انها تتحرك افقي او راسي. وعندنا شرط مهم جدا في طريقه الثري مومنت ايكويشن، ان اطوال الاضلاع ثابته لا تتغير، يعني لا يوجد استطاله ولا يوجد انضغاط. فالضلع ده ماسك في الركيزه ايه، فنقطه دي هي كمان بالتالي ما ينفعش تتحرك افقي ولا راسي، راسي تحتها عمود وافقي لا، عشان ماسكه في النقطه اللي قبلها اللي هي الهنج دي. وبالتالي نقطه سي هي كمان ما ينفعش تتحرك افقي ولا راسي، لان تحتها عمود وهنا برضو ايه ما فيش ينفعش حركه افقيه لانها ماسكه في اللي قبلها اللي ماسكه قبلها في الركيزه الهنج. كده هذا الفريم كل وصلاته ممنوع انها تتحرك حركات انتقاليه، ممنوع انها تتنقل من مكان لمكان، بنسمي هذا الاطار اطار مقيد او نو سواي ستراكشر. ده ينفع يتحل بالثري مومنت ايكويشن، بس الاطار ده بالذات فيه مشكله شويه مش لازم ندخل فيها دلوقتي. التماثل، بيقول لي اذا كان الاطار فيه تماثل فالتماثل بيمنع الازاحات الانتقاليه. ليه؟ لان دلوقتي لو عندي هنا تماثل، النقطة دي عايزة مثلا تروح يمين والنقطة دي مثلا عايزة تروح شمال، فمعنى الكلام ده ان الضلع ده هيطول، لو حصل كده هيطول. وانا لسه قايل لك من شوية في فرض اساسي في طريقة الثري مومنت ايكويشن، ان الاضلاع اطوالها ثابتة لا تتغير، اطوالها ثابتة لا تتغير، تمام. يبقى معنى الكلام ده ان الفريم ده في حالة التماثل مسك النقطة دي والنقطة ديت، التماثل اكنه ربطه لجمه خلاه نو سواي او اطار مقيد، يبقى ينفع احلها بطريقه الثري مومنتس ايكويشن. طيب انا دلوقتي لو عايز احل فريم بطريقه الثري مومنتس ايكويشن فانا بعمل ايه؟ بص بقى معايا، كنت زمان ايام الكاميرات ببص على الركائز، بيقول لي لا هنا بقى هنعمل تعديل بسيط كده، هبص في الفريمز على الركائز والوصلات الداخليه، لان الوصلات تعامل زي الركائز. ليه؟ لان الكاميرا الافقيه سي بي مرتكزه على عمود عند السي، اكن الركيز السي دي شغاله العمود شغال ركيزه للكاميرا. وفي نفس الوقت كمان طالما هو اطار مقيد، العمود اي سي ده عايز يتحرك افقي، مين اللي منعه؟ اللي منعه الكاميرا دي، يبقى نقطه سي اكنها برضو هنا ركيزه بالنسبه للعمود، يبقى اكن نقطه سي ديت رغم انها واصله، بس واصله وفي نفس الوقت تعتبر اكنها ركيزه، كل جزء مرتكز على التاني من خلال نقطه سي.
الشرط ده بيحقق لي ان نقطة سي تعمل معاملة الركائز. يبقى انا بعد كده في الفريمز افرز الوصلات والركائز الداخلية. يعني اجي ابص في فريم زي ده اقول ام بي بتساوي صفر، تمام، ام سي عزمها مجهول، اجي ابص من اليمين معرفش، من تحت معرفش، يبقى عزمها مجهول، اطبق عندها المعادلة مرة. ام ايه عزمها مجهول، اطبق عندها المعادلة مرة، يبقى انا اطبق المعادلة عند الاي والسي. ماشي كده؟ ازاي بقى نطبق في حالة الفريم؟ تعال نشوف، ناخد مثال. المثال ده اللي هنختم بيه المحاضرة النهاردة ان شاء الله. فبيقول لي ارسم البندنج مومنت دياجرام وشير ونورمال للفريم الموضح بالرسم. اول حاجه كده لازم افرز الوصلات والركائز. يعني الركيزه ايه؟ فيكسد، ما ينفعش المومنت عندها الخارجي ده لو عزم التثبيت معرفوش يبقى العزم ايه، العزم عندها مجهول. الركيزه سي، الركيزه سي من الشمال 1.5 × 2 × 3 اللي هو العزم ده 3، ده وصله ثلاثيه، لازم اعرف طرفين عشان يبقى الوصيل الوصله اتحلت او اتعرفت. تعال بص كده اقطع من اليمين واحسب، تقول لي ما اعرفش احسب المومنت هنا لان انا في رياكشن ما اعرفش احسب واجيب قيمته. طب اقطع من تحت وبص كده تقول لي ما اعرفش لان هنا في رياكشن اكس ما اعرفوش وعزم تثبيت ما اعرفوش. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان الوصله سي اعرف منها طرف لكن الطرفين التانيين لا. يبقى الوصله سي عزمها كله اسمه مجهول هو كمان يا جماعه. يبقى الوصله سي مجهوله العزم. الوصله بي طرف هنجد، يبقى الوصله بي العزم عندها بيساوي صفر. الوصله بي العزم عندها بيساوي صفر. يبقى انا هطبق المعادله مرتين بس، مره عند الاي ومره عند السي. طيب وانا بطبق يا جماعه في ناس يقول لك افرد وافرد الضلع الراسي ده خليه افقي جنبها يبقى كانها اتحولت لكاميرا. لا انا ما بحبش كده، انا بحب اشتغل كل حاجه في وضعها زي ما هي، بس بشرط ان انا دايما اكني ببص للاضلاع من داخل الاطار. اكن دي عين حضرتك كده باصص من داخل الاطار اهو على الضلع اللي حضرتك عايزه وتطبق عنده. خلي رسمة العين دي كده جنبنا عشان نعرف هنبص ازاي. يعني مثلا انا اطبق مرة عند الركيزة ايه، فبص كده اكن ده المحيط، ده هو ده الكاميرا بتاعتي زي ما اتفقنا المحيط ده. فانا ابص كده الاقي دي فيكس الطرفيه، عايز بحر قبلي وبحر بعدي، البحر اللي قبلي مفيش، افترض بحر صغنطوط اهو اللي تحت ده اهو اللي هو طوله بيساوي صفر واي بتاعته بتساوي ما لا نهايه. بحر بعدي اللي هو اي سي، اقوم اخد اي سي اهو هنجد هنجد سمبلي سبورت زي ما اتفقنا قبل كده. ماشي كده؟ طيب هطبق مره تانية عند السي، فاخد البحر اللي قبلي اي سي اللي هو جاهز، البحر اللي بعدي اللي هو السي بي اللي هو ده، اللي هو السي بي اللي هو ده. زي ما اتفقنا العزم عند البي بيساوي صفر اهو، العزم هنا بيساوي صفر، العزم عند السي مجهول اهو، العزم عند السي مجهول، العزم عند الاي مجهول اهو، العزم عند الاي مجهول. لكن هنا بقى عندي لسه مشكله، لما انقل ديت بقوه وعزم او العزم المركز اللي جاي من الكابولي ده اعمل فيه ايه؟ لسه قايلينها في مساله الكاميرات، اعامل هذا العزم على انه عزم مركز عند وصلة داخلية مجهولة يوضع على اي من البحرين بعد فصلهم، ويفضل البحر اللي يبقى فيه هذا العزم موجب. بمعنى ان 1.5 × 2 × 3 عكس الساعة. تعال احط 3 عكس الساعة على البحر اي سي الرأسي ده هتلاقي ديلها جوه يبقى بقت موجب. طب حط عكس الساعة على البحر اليمين ده هتلاقي ديلها فوق سالب، يبقى الحل ده مش حلو. تمام؟ يبقى الافضل ان انا احطها على انهي بحر يا جماعه؟ الراسي في حالتنا دي عشان يطلع ديله موجب زي ما اتفقنا. نيجي بعد كده خلاص بقى اقوم جاي راسم المومنت الناتج من الاحمال، ادي الكاميرا اهي رسمت هنا 3 موجب اهو، وصلت قمت جاي معلق تعليقه المثلث، حمل مثلثي لو حضرتك فاكر تعليقته بي ال تركيزه على طول بي ال تكعيبه 24، حته ال على جذر 3 وبي ال تربيع على 9 جذر 3 والكلام بتاع ستراكشر 1 لا داعي منه هنا. ليه؟ عشان خاطر انا مش محتاج كل ده، انا محتاج التركيز فقط. وانا اعطيتك اول محاضره في الترم التركيز بتاع المثلث ده، تمام؟ قلت لك بي ال تكعيب على 24 على بعد 7 على 15 من طول ال و8 على 15 من طول ال. من ناحيه الكثافه الكبيره 7 على 15 لو تفتكر، طبعا راجع الكلام ده انت خدته معايا بالتفصيل. وبعدين البحر سي بي شايل يونيفورم لود بس، جبت الالاستيك رياكشن اللي من البحر اللي قبلي واللي بعدي عند الركيزه ايه اللي هو ده طلع 19 وده طلع صفر. طبعا هنا ده طلع 30
وهنا تركيز المثلث ده 9، فهنا مش سهل ان انا احسب دول، لازم اقف عند ركيزه واحسب الرياكشن عند الثانيه سيجما اكس اجيب ده. ماشي يا جماعه؟ مهم قوي الكلام ده ارجوكم. طيب وبعدين كمان قمت جايب الالاستيك رياكشن عند الركيزه سي اللي هجمع عندها، والالاستيك رياكشن عند الركيزه سي اللي هي من البحر اللي بعدي. طيب اقوم جاي مطبق بقى هنا، بس في مشكله صغيره برضو اقولها بالمره. في واحد يقول لي يا دكتور طب لما اطبق عند الركيزه ايه هجمع الالاستيك رياكشن 19 زائد 0، لما اطبق الالاستيك المعادله عند الركيزه سي هجمع الالاستيك رياكشن 20 زائد 32، بس دي يا دكتور قوه افقيه ودي قوه راسيه، ازاي اجمع افقي على راسي؟ هقول له خد بالك بقى، انت كده نسيت نقطه مهمه قوي. الالاستيك رياكشن مش معناها قوه يا باشمهندس. لو حضرتك فاكر رياكشن كنت بتجيب مومنت وتركز وتجيب رياكشن في في الكونجكت بيم، ده معناه شير شمال طالع او يمين طالع او يمين ايا كانت يعني، المهم تجيب الشير ده على اي اي. الشير على اي اي في الكونجكت بيم اللي هو كان بيسميه ايه لو تفتكر؟ فاي، اللي هو الدوران. يبقى يا باشمهندس حضرتك هنا مش بتجمع قوه، انت بتجمع دورانات مع بعض. خد بالك قوي من الكلام ده. يبقى اطبق مره المعادله عند الركيزه ايه اهي، انا بطبق هنا واقف هنا اهي في الحته دي، بقول البحر اللي قبلي في المومنت اللي قبلي في الطول اللي قبلي على الاي بتاعته كل ده بصفر، زائد 2 ام اي في الطول اللي قبلي على الاي بتاعته صفر اهو، زائد اللي بعدي اللي هو ده 6 على معامل اي بواحد، زائد العزم اللي بعدي اللي هو 6 خليك ماشي على المحيط كده في الطول اللي بعدي اللي هو ده 6 على 1 يساوي سالب 6 في مجموع الاثنين 19 زائد 0. تعال نطبق مرة تانية عند السي بقى، يبقى انا المرة دي واقف عند السي تمام. العزم اللي قبلي اللي هو ام اي في الطول اللي قبلي 6 على 1 زائد 2 ام سي اهو في الطول اللي قبلي 6 على 1 زائد اللي بعدي اللي هو ده 8 على 2 زائد العزم اللي بعدي اللي هو ام بي ده في الصفر في 8 على 2 ده يديك صفر، بيساوي سالب 6 في مجموع ال 32 زائد ال 20. طيب دول اشاراتهم ايه يا باشمهندس؟ مش اتفقنا اللي جاي من عزم موجب يبقى موجب؟ مظبوط، اللي جاي من عزم موجب يبقى موجب، كلام منطقي جدا. كملت عملت معادلتين جبت ايه؟ حلتهم مع بعض، قمت جاي جايب قيمه المومنت، قمت جاي حاطط المومنت على كل بحر زي ما اتفقنا، اهو جبت المومنت 15 عند السي، حطيته مره على البحر ده ومره على البحر ده، وكان ده اصلا حاطط عليه 3 لو تفتكر. تمام، وده اصلا الجزء المحدد ده اصلا عليه 3 اهو. قمت جاي وطبعا المومنت عند الاي هنا ب2 اللي هو اللي تحت اللي انا جبته اللي هو سالب سالب 2 يعني دي لسه من بره. قمت جاي حاطط العزوم، قمت جاي راسم ايه الفاينل بيندنج مومنت ديجرام، طلع هنا العزم الصافي 15 وهنا العزم الصافي بعد ما طرحت 15 ناقص 3 يبقى طلعوا ب12 وهنا العزم الصافي اللي هو 3. وصلت وعلقت وصلت وعلقت، ماشي كده؟ اقطع واحسب لكل جزء الشير فورس دايجرام، وبعدين ابدا اعمل الايه الحته بتاعه استراكشر 1، اجيب النورمال فورس دايجرام على كل جزء زي ما عملناها قبل كده في طريقه الفيرتشوال وورك. تمام كده، يبقى احنا قدرنا نرسم شير ومومنت وال على فكره انا اسف ده مش بيندنج مومنت دايجرام، ده نورمال فورس، صلحه من فضلك، نورمال فورس دايجرام اللي كتب ورايا كاتب غلط سامحونا بقى. كده دي اخر محاضرة في الكورس، ربنا يوفقكم ونتمنى لكم كل خير ونشوفكم على خير كده ان شاء الله.